صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قول الله جل وعلا: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، ما المقصود بقوله دعاء الرسول؟ نداء، دعاء يعني نداء الرسول، لأن يقول يا محمد مثل ما قالت الأعراب، فلا يناديه باسمه، إنما يقول يا نبي الله، يا رسول الله. نعم.